ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه دعاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، اتفضلي. معلش أنا دكتور كنت عاملة عملية المرارة بقالي 3 شهور وشوية ثلاث شهور. وفعلا اتفضلي. دلوقتي بحس برضو إن معدتي وجعاني زي ما يكون في حاجة مكلكعة في النص كده، وزي ما يكون حاجة في ظهري كده برضو، لا بس ناخدها بالراحة. حضرتك وجسمي بقى جسمك خاسس بقى. وجسمك خاسس. انت حضرتك كان عندك الام في البطن قبل ما تعملي العملية، مظبوط؟ الالام دي كانت في فم المعدة ولا في الناحية اليمين؟ اللي كانت في المعدة، طيب الالام اللي هي وكنت موجودة، برجع وكنت برجع وكان عندي جرثومة المعدة وتعالجت منها. يا دي جرثومة المعدة دي. طيب حضرتك انت المرارة كان فيها حصوات؟ كان فيها حصوات بس بسيط. طيب اما شلت المرارة اتحسنتي صح؟ نعم. نعم يا دكتور. اما شلت المرارة اتحسنتي؟ شفتها، كانوا مصورينها كده على التليفون يا شفتها. فندم انت بتاخدي نص الكلام، اتحسنتي بعد ما شلت المرارة؟ اتحسنت ومنحت الترجيع. وبعدين الترجيع رجع تاني؟ لا ما رجعش. الألم رجع تاني؟ الألم رجع في معدتي بسيط، وزي ما يكون حاجة مكلكعة برضو كده واقفة في معدتي، وزي ما يكون حاجة مخاط في زوري كده برضو، بس مش أوقات على طول يعني. طيب اقفلوا، هقول لك من التلفزيون. حاضر، شكرا استاذ دعاء، شكرا. يعني ومعنا في الانتظار الاستاذ ابراهيم. طيب حاضر، خلي الاستاذ ابراهيم ثانيه واحده بس عشان نقول لها حقها. تمام. هو احيانا بعد ما تعمل عمليه المراره الجراح وهو بيشتغل المراره دي لها رقبه، واخد تمام. بالك؟ فهو ما بيجي يربط الرقبه بيسيب حته كبيره من الرقبه جوه، يعني المفروض يشيلها من رقبتها، يعني ما يخليش رقبه موجوده، يشيل الراس فبيسيب بالرقبة. حتة الرقبة، بيشيل الجسم ورقبة، ما فيش راس الحقيقة. تمام. يعني ما أنبوبة كده، وبعدين هي كسر المراري كده، واخد بال سيادتك؟ فالكسر المراري ده هو المفروض يجي من آخر الرقبة، يشيل الرقبة مع الكسر المراري. فلو ساب حتة من الرقبة كان فيها التهابات قبل كده، فبس تعودها نفس الآلام، ما زالت بتقص، أو قريبة من الآلام بس تبقى قريبة بالبطن شوية. طب علاجها ايه دلوقتي؟ احنا هنعتبر ان اللي عندها ده اضطراب في يعني السائل المراري بعد شيل المراره. في دواء مش هتلاقيه بسهوله، بس هنقوله اسمه كوليستيرامين. ده ممكن تاخد الباكو بعد الاكل مباشره او في وسط الاكل. ده بواكي يا فندم، بتتضرب في ميه، وهتجيب الدواء ده من شركه اللي هو الشكاوى اللي موجوده، اللي معرفش غيرنا اللي في القاهره، يعني اللي في رمسيس، شكاوى الادويه. تمام. كل استيرامين في نص الاكل، لو ما لقيتهوش و90% مش هتلاقيه، هناخد حاجه اسمها هيستاك 300 مللي جرام، حبايه قبل الفطار وحبايه قبل العشاء. كنترول بيرو صيدليه الاسعاف. صيدليه الاسعاف، ايوه اللي هي موجوده. وبعدين تعاود اتصلي بيه، لان الموضوع بتاعك ده عاوز يعني تدقيق اكتر يعني. تمام.